يلا، السلام عليكم، يعطيكم العافية. بنكمل احنا هسه، تمام، بالاكزامبلز تبع conservation of energy principles. تمام، زي ما احنا عارفين قبل شوي احنا حكينا في الاشياء، بس خلينا نلخص. conservation of energy principles هذا، تمام، يستخدم لما يكون في عندي مسائل فيها velocity displacement، وبنفس الوقت في عندي conservative force. تمام، لو في عندك نون كونزرفتيف فورس بدك ترجع على البرنسبل تبع ورك اند انرجي برنسبلز. تمام، اذا كان في عندك نون كونزرفتيف فورس زي الفريكشنز او غيرها يعني. طيب، هاي اول شغله مهمه. طبعا الشغله الثانيه المهمه، انه انا دائما لما انا باجي بحل مسائل بهمني بس انه يو ابلاي ذا برنسبل بتوين تو بوينتس الونج ذا باث، ما بهمك المسار اللي مشى فيه البارتكلز. تمام، بهمني شو يعني، زي ما نقول خلينا نحكي صورتين، صورته عنده نقطه واحد وصورته عنده نقطه اثنين، او عنده A ونقطه B، ما بهمني كيف كان بيناتهم يعني. واصل؟ هسه بشكل عام انا المسائل هاي القانون تبعي اللي هو summation of T1 زائد summation of V1 بتساوي summation of T2 زائد V2. هذا هو القيمه، طبعا قيمته بحسب هذا لازم يظل قيمه ايش؟ قيمه ثابته، تمام؟ between هي 2 points. طبعا حتى لو اختلف الريفرنس، حتى لو اختلف الديتم، يعني كل واحد مثلا اخذ ديتم مختلف عن الاخر، لكن نفس هذا راح يوصل لنفس ايش؟ نفس النتيجه. طيب، هسه بالنسبه لتي 1 هون، تي 1 وتي 2 موضوع بسيط جدا، نص الماس بي سكوير. صفت مشكلتك انت بس بايش؟ بالفي 1 وفي 2 اللي هي بوتنشال انرجي. بوتنشال انرجي احنا حكينا هو عباره عن مجموع شغلتين. الشغله الاولى اللي عندي اللي هو دائما عند اي نقطه، في عند اي نقطه معينه شو بتساوي؟ قلنا عباره عن في جرافيتي زائد في الاستيك. الفيري جرافيتي هون قلنا عباره عن دبليو في واي، تمام، ممكن تكون موجب ممكن تكون سالب حسب اذا انت فوق الديتم او تحت الديتم. بالنسبه للفي الاستيك هي عباره عن نص الكي في الاس تربيع، ودائما موجب، دائما ايش؟ موجب زي ما حكينا. طيب، هاي كانت شغله ايش؟ مهمه جدا. طيب، خلينا ناخذ اكزامبلز، لانه حكي بدون اكزامبلز ما له قيمه، لازم انت تاخذ اكزامبل حتى تفهم الفكره. طيب، لو جينا هون خلينا اعمل هيك حتى الامور واضحه. واضح الاكزامبلز بالنسبه لكم صح؟ حدا ياكد لي بس الاكزامبلز واضح؟ طيب، هسه هون لو لاحظنا كالتالي، انا الاكزامبلز هذا في معك زي الطياره، الطياره هاي معلقه بكيبل، تمام؟ زي ما احنا شايفين، اوكي، وبعدين مربوطه هون بكيبل ثاني سي. طبعا انا الوضع هذا هم بيستخدموا هذا حتى يفحصوا الطياره في تيست معين، لكن المهم انا كالتالي، انه انا في عندي تو بوزيشن. البوزيشن الاول كان في عندك افترض انه هذا البارتكلز او الطياره الموجوده عندي، تمام، اللي هي الماس، تمام، موجوده عندي زي هيك. اول بوزيشن كان موجود عندي، تمام، عند A، لما كان عند ال A كانت الثيتا هاي، الثيتا هاي بتساوي 60. واصل؟ هسه شو بدها تساوي؟ انت هذا مربوط بايش؟ بكيبل عند C. شو بدهم بيعملوا؟ بيقطعوا الكيبل هذا. لما يقطعوا الكيبل هذا شو بيصير فيها؟ بدها تتحرك زي هيك. واصل؟ لما تتحرك وصلت لغاية البوزيشن ايش؟ بوزيشن B، تمام؟ قيمة الثيتا هون صفت 15. يعني في عندي تو بوزيشن، افترض هذا بوزيشن رقم A، البوزيشن الثاني، تمام، عندي لما تحركت اللي هي ايش؟ وانا افترضت انه هذا عندي، سوري، عندي العمود اللي عندي هون تحركت، اصبحت ايش؟ الماس عندي هون. الثيتا هون، ثيتا B الموجود عندي هون، هاي ثيتا A، بتساوي ايش؟ 15. طبعا هذا طول الكيبل، هذا ال له عباره عن 20، يعني المسافه من هون لهون عباره عن 20 متر، تمام. طيب، لو جيت هسه بدنا نسالك، هسه هل في عندي نون كونزرفتيف فورس؟ ما عندي، ما عندي فريكشن لانه جاي طايره في الهواء. واصل؟ هاي اول شغله. طيب، شو اللي بده اياه بالسؤال؟ بيقول لك ديترماين السبيد، تمام، اوف ذا بلين جاست بيفور ات كراش into the ground، يعني الثيتا بتساوي 15، يعني هو بده الفي بي. طب الفي اي قديش قيمتها؟ هو بيقول لك انه فروم ريست، يعني انه هو يعني معطيني اياها بالسؤال، بيقول لك هون
الكيبل يقول لك هنا then the pull out into AC is released from rest، وبالتالي معطيك يا هو انه ال VA هو قيمته ايش؟ زيرو، لانه انت لما قصيت الكيبل كانت الطياره مالها ثابته تمام وات ريست. طيب هيك المساله صفت ايش؟ صفت اوضح لها ايش الحل. لو انا هسه طلبت منك ترسل لي في بي دياجرامز عند اي ثيتا، افترض انه هاي ثيتا معينه، عند اي ثيتا شو الفورسز اللي انت موجوده عندك؟ راح تقول لي كالتالي، عند اي ثيتا انا في عندي هاي الويت عندي لتحت تمام، وفي عندي التنشن اللي في الكيبل صح، ما عندي بس الا هذول تو فورسز اللي بيشتغلوا معي. طيب لو جيت هسه بدي اشتغل، دائما عشان نشتغل لازم يكون في عندي ايش؟ احط داتا، لازم يكون في عندي ايش؟ داتا. اوكي الداتا المويد عندي هو ارتاح انه ياخذه ايش؟ فوق حتى يسهل عليه الحل. طيب هسه شو صفت؟ لو انا ما اخذت الداتا عندي مويد عندي فوق، راح نلاحظ كالتالي. عوض بالقانون عندك اللي هو ايش؟ نفترض انه الـ E at A الانرجي عند واحد بتساوي الانرجي عند A بتساوي الانرجي عند B تمام؟ عند A بتساوي الانرجي at B. شو معنى الحكاية؟ معناته انه TA زائدا BA بتساوي TB زائدا VB. واصل؟ طيب هسه TA هو الـ velocity عندها ايش؟ زيرو، نص الماس في B سكوير، بالتالي هاي ايش بتساوي؟ بتصفر. واصل؟ طيب الـ VA اللي هو ايش؟ قديش البوتنشال انرجي عند البوينت A؟ لو جيت انا عند البوينت A هل في عندي سبرينج؟ ما عندي، بس عندي ايش؟ عندي فرق من المنسوب او من البوزيشن اللي هي في عندي في جي اللي احنا بنحكيها، عباره عن في جي هون. شو بدها تساوي هون؟ تمام؟ راح تساوي المسافه من هون لهون. طبعا انا تحت الديتم وبالتالي هاي القيمه بتساوي ايش؟ بالماينس. يعني لو انا جيت قلت هاي راح تساوي هاي واي بي تمام؟ واي بي ما دام انا تحت الهاله معناتها ايش؟ بالسالب، لانه فوق موجب تحت سالب. شو بدها تساوي هاي؟ راح تساوي عباره عن انا عندي الوزن تمام؟ اللي عندي بدي اضربه في ايش؟ الواي، لانه انا حكينا انه الفي جرافيتي عباره عن دبليو في الواي، ممكن يكون موجب ممكن يكون ايش؟ سالب. بلس ماينس طبعا، هسه انا هون عندي شو؟ راح تصير عباره عن دبليو تمام؟ الواي، الواي اللي عندي ايش؟ سالب واي بي صح؟ طيب هسه الواي بي شو علاقتها مع ال؟ انا عندي هاي ال، هي عباره عن ال كوساين ثيتا، هي عباره عن ال كوساين ثيتا، يعني هي عباره عن دبليو اللي سالب ال اللي عندي كوساين ال 60 اللي عندي عند البوزيشن ايش؟ اي. وبالتالي لو جينا هون نشوف التعويض راح نلاحظ انه انا عندي هون تي تي اي معوض عنها بزيرو صفرها. لو جينا على البي اي اللي ماخذها عباره عن الماس اللي عندي ضربها في 9.8 10 هيك طلع الويت، هيك طلع الويت. هسه بده يضربه بالواي بي تمام؟ الواي عندي اللي 20 في كوساين 60، طبعا ليش حطها بالماينس؟ لانها تحت الديتم. هيك خلصنا ايش؟ خلصنا الجزء الاول. هسه تعال على تي بي، تي بي اللي هي عباره عن نص الماس البي بي سكوير اللي انا بدي اياها، انا لسه ما بعرف شو البي بي. زائدا هسه شو بدي؟ البي ات بي تمام؟ البي ات بي شو بدي اساوي؟ نفس الفكره، عباره عن ايش؟ دبليو في سالب، سوري هون عند الـ عند الواي اي، هاي لازم نحط واي اي سوري تمام؟ هاي عباره عن سوري دبليو تمام؟ في الواي بي تمام؟ لانه هون بي بي وهناك اي اي. لما نيجي هون الواي بي شو بدها تساوي؟ عباره عن سالب ال اللي هو 20 متر هاي في كوساين 15 بدنا نحكي هسه كوساين ايش؟ ال 15. وبالتالي هون عند التي 2 برضه راح تساوي عند التي تي بي اللي هي نص الماس نص ال 8000 في البي بي سكوير ماينس اللي عندي هون 8000 اللي هي الماس بناء هذا هيك جاب الويت. طبعا اخذه بالماينس، طبعا البوتنشال انرجي برضه هون بالماينس لانه عند الاي وعند البي هو تحت الداتا، بالتالي لازم يكون ايش؟ البي جي دائما ماينس عندي هون تمام. بس اللي اختلف هون اللي هو 20 في كوساين 15 لانه اخذ ثيتا ات بي اللي بيساوي 15. المجهول الوحيد عندك اللي هو هون اللي هو في بي، بتحل بتطلع البي بي واصل بيطلع 13.52. طيب هسه شو بده كمان؟ هو بيقول لك هون بعد ما تطلع انت البي الفيلوسيتي اللي بده اياها، شو بده بيقول لك هون؟
يقول لك طلع لي الماكسيمم تنشن، تمام؟ بده يطلع الماكسيمم تنشن. طيب الماكسيمم تنشن وين بده يصير؟ لما يكون ايش، وصلت انت عند اخر نقطه، الفيلوسيتي كل ما انت بتنزل اكثر كل ما زادت الفيلوسيتي، واصل؟ فانا عندي هون عند الماكسيمم اللي هي عند ايش؟ عند ثيتا 15. فانا عندي بعرف البي انا بعرفها، فبنرجع على نيوتن سكند لو. لو جينا هون تتذكروا كيف كنا نحكي احنا؟ انه انا بدي ارجع نورمال اند تنجنشال، واصل؟ سميشن اوف فورس باتجاه نورمال شو بده يساوي؟ هيساوي الماس بالاي ان، صح؟ طيب الماس عندي بعرفها، الاي ان هون عباره عن في بي السرعه على الراديوس للبي، راديوس البي هاي قيمتها 20، تمام؟ والفيلوسيتي ات بي قيمتها 13 حسبناها قبل شوي 13.52، وهاي الماس موجوده عندي. صفات انه ايش؟ عندي سميشن فورس باتجاه الان، سميشن فورس باتجاه الان عندك التي هاي لفوق، تمام؟ وبالتالي بزتها هون بحطها. برضه الويت بيعمل كومبوننت بالاتجاهات، الويت هذا هو جاي هيك، الويت بتحلل كومبوننت بالاتجاهات وكومبوننت بالاتجاه هاي، تمام؟ الاتجاه النورمال عباره عن ويت في كوساين ال 15، هاي اللي هي الويت في كوساين ال 15، واصل؟ فحيصير عندك تي ماينس الويت كوساين ال 15 بتساوي ام في سكوير اوفر ار. المجهول الوحيد عندك هون اللي هو ايش؟ التي، بيطلع عباره عن 149 كيلو نيوتن، واصل؟ في حد عنده مشكله بالاكزامبلز هاد؟ زي ما حكينا الاكزامبلز هاد، تمام؟ بده مطلوبين، المطلوب الاول بده الفيلوسيتي ات بي وبده التنشن. هسه شو حل السؤال؟ اول شيء ابلايد كونزرفيشن اوف انرجي، تمام؟ حتى يطلع ايش؟ حتى يطلع في بي، لانه كل شيء بالنسبه له معلوم ما عدا ايش؟ الفيلوسيتي تبع الفي بي، تمام؟ كل شيء معلوم بالنسبه له معناته الفيلوسيتي تبع الفي بي، طلع الفي بي. هسه بعدين شو بده يساوي؟ رجع على ايكويشن اوف موشن نورمال تنشن، تمام؟ حتى ايش؟ حتى يطلع التنشن، التنشن الموجودين بالكيبل، واصل؟ طبعا هذا الاكزامبل برضه بورجيك انه انت كيف ممكن تستخدم اكثر من شابتر بنفس السؤال، تمام؟ حتى تحل نفس السؤال. طيب هسه ناخذ اكزامبل ثاني برضه تشرح لكم الفكره هاي، بعدين بنروح على الباور، بنروح على الباور. طيب الاكزامبل الثاني هذا لو لاحظنا كالتالي، اتوقع احنا برضه اخذنا الاكزامبلز هذا بشابتر قبل، تمام؟ انا في عندي كولر، الكولر هذا موجود عندي هون عند البوزيشن اي، تمام؟ بعدين شو عامل لك؟ كان ان هوريزونتال بوزيشن، يعني هذا هو الهوريزونتال بوزيشن عند اي. شو سويت؟ انت بس جاست ريليست، يعني كنت ماسكه بعدين ايش؟ خليته ينزل، لو ينزل هو راح يصير فيه ايش؟ راح ينزل لغايه بوينت سي، تمام؟ في عندك الكي معطيك اياه، ومعطيك هذا اللي هو الاس، الطول اللي عندك هون عباره عن ايش؟ 75 بوينت 75. طيب بس برضه كمان شو بحكي لك؟ بقول لك if the spring is unstretched when the collar is at position A. شو يعني unstretched؟ معناته ان الاس عند الاي قيمته ايش؟ قيمته زيرو. شو يعني الحكي هذا؟ معناته انه طول الكيبل عندي، تمام؟ او طول السبرينج هذا هو عباره عن ايش؟ بوينت 75 0.75 من المتر، هاي النوت. طيب هسه لو جينا هون على السؤال شو بده؟ بقول لك هون بده يطلع لي الفيلوسيتي عند السي بحالتين، مره لو انا مثلا يو ريليس ات اي، تمام؟ وكان ايش؟ كان ات اي، يعني خلينا ات ريليس فروم ريست، يعني انه الفي اي كانت بتساوي زيرو، يعني بده حالتين، الحاله الاولى لما بقول لك لو كانت الفي اي بتساوي زيرو، الحاله الثانيه بقول لك حل نفس المساله هاي بس لو كانت الـ VA قيمتها قديش؟ قيمتها 2 متر بير سكند، واصل؟ خلونا هسه شو نساوي؟ نحل على الحالة الأولى ونشوف شو بده يطلع معي، واصل؟ طيب هسه أنا هون شو الـ 2 points اللي أنا بدي أحسب عليها؟ أنا بدي between الـ A والـ C، واصل؟ طيب هسه شو بدي أساوي؟ بقول الـ A at A بتساوي الـ A at C، لأنه أنا هون في عندي إيش؟ في عندك بس جرافيتي وفي عندك سبرينج ما عندك فريكشن. لو قال لك في فريكشن بين كولر وكذا لا، بصير ما بدي أطبق في conservation of energy principles. هون ما دام ما في فريكشن معناته الـ E at A بتساوي الـ E at إيش؟ at C. طيب تعالي على الـ A at A شو بده يساوي؟ عبارة عن TA زائد الـ VA، واصل؟ شو بيساوي؟ T
تي بي زائد في بي. طب التي اي هو بيقول لك بالحاله الاولى يو ريليس فروم ريست، وبالتالي ايش الفيلوسيتي هون نص الماس في اي سكوير هيبدا تصفر صح. طيب زائدا صفينا بدي البوتنشال انرجي ات اي. البوتنشال انرجي ات اي جايه من شغلتين، هي عباره عن الفي اي من الجرافيتي زائد البي اي من ايش من السبرينج او الاستيك، خلينا نحكي البي الاستيك واصل. طيب خلونا نشوف كيف احنا ممكن نحسبها. هسه عند الاي، عند الاي انا ما كان في عندي ايش، ما كان في عندي الاستيك لان الاس هو نص الكي تمام. فالاس هون عند الاي تربيع، الاس هون قيمته قديش؟ لان بقول لك انستش قيمته ايش صفر، فهاي صفرت، هاي كمان صفرت، صفرت عندك ايش؟ عندك في اي جي. طيب لما نيجي نحل المسائل هون مهم جدا انك تاخذ ديتا. انت في عندك ممكن تاخذ ديتا هون او ممكن ناخذه هون او اي نقطه، بس انا هون بالكتاب هو ماخذه ايش؟ اخذ الديتا عند الاي، اخذ الديتا عند الاي. طيب صفرنا هون الالاستيك لانه قلنا ما في اي اس قيمته زيرو، وصفرنا التي الكينيتك لانه الفلست قيمته زيرو، صفت عندي بس ايش؟ الفي اي جي اللي هو ايش؟ شو بدي يساوي هذا؟ عباره عن بلس ماينس الفي الويت اللي عندي في الواي. طب قديش قيمه الواي هون بالنسبه للديتا؟ عند الاي قيمه الواي اي بتساوي ايش؟ بتساوي زيرو. وبالتالي صفت تي اي زائد في اي قيمته ايش؟ زيرو زائد زيرو. واصل؟ هاي اول جزء. تعالي هسه ات سي، بنحل ات سي. سوري هون انا كاتب بي، هون لازم احط تي سي في سي لان احنا عم نطبق بتوين الاي والسي. طيب تعالي عند السي هون، شوفي عندي راح نلاحظ كالتالي. اول شيء التي سي قيمتها شو بتساوي؟ نص الماس بالفي سي تربيع. واصل؟ هاي حطيناها از ات از. انا بعرف البي سي ما بعرفها وهي مطلوب بالسؤال لازم اطلعها. هسه صفينا ايش؟ بدي اطلع البي ات سي اللي هي بتيجي حاصل شغلتين، اللي هي الجزء الاول اللي هو عباره عن الجرافيتي تمام ات سي، والبي الاستيك ات سي. طيب لو جينا هون هاي ات سي وهاي ات سي، لو جيت بدي اطبق هون شو راح يصير في عندك؟ هسه الجرافيتي هون الفي جي عندي شو بده يساوي؟ راح يصير انا عندي هون مسافه من هون لهون بقول لك ايش قيمتها ايش؟ واحد، وبقول لك ات واي بتساوي 1 متر تمام؟ معطيك اياها. وبالتالي الفي جي ات سي هون شو بده يساوي؟ عباره عن الويت اللي عندك تمام؟ في واحد. طبعا ما دام انا تحت الديتم الواي هون شو بده يساوي عند السي؟ الواي سي راح يساوي سالب واحد تمام؟ سالب واحد. هيك خلصنا من الفي جي. ات بوينت سي. تعال على البي الاستيك هسه اللي جاي من السبرينج. البي الاستيك شو بده يساوي؟ نص الكي في الاس ات سي. الاسترتش اللي عندي تربيع. طب الاس ات سي شو بده يساوي؟ انا قبل كان الطول عندي هاي القد تمام؟ هاي البوزيشن. لما توصل ات سي راح يكون طوله هالقد من هون لهون. واصل؟ هاي قيمته ال. واصل؟ وهاي ال نوت هون. طيب هسه لما يوصل ات سي المسافه من هون لهون معطيك انا بعرف ما هي قيمتها واحد صح؟ شو بده يساوي ال عندي هون؟ راح يساوي ال عندي هون تحت الجذر تمام؟ واحد تربيع لفيثاغورس زائدا ال نوت تربيع صح؟ اللي هي شو بدها تساوي؟ تحت الجذر واحد تربيع زائدا 0.75 تربيع تمام؟ اللي بيطلع طوله 1.25 وربع تمام. طيب انا هسه ما بدي طوله، انا بدي قديش الاسترتش اللي صار فيه. واصل؟ فالاس ات سي شو بده يساوي؟ نص الكي. قديش كان طوله اللي هو الان اصبح الان هو عباره 1.25 صح؟ ناقص قديش كان طوله بالانيشن اللي هي 0.75، يعني صار في استطاله مقدار نص متر. واصل؟ فهيك انا بكون ايش؟ جبت اللي هو الفي الاستيك اللي جاي من السبرينج تمام. بمعنى اخر هسه اجينا هون نعمل مراجعه التي اي زيرو لانه ما في الفي اي كانت زيرو، الفي اي قيمته زيرو لانه ما في عندك السبرينج كان عن ستريتش والبارتكل جايه الواي تبعها زيرو جاي على الديتم، هاي زيرو زائد زيرو. نيجي على تي سي اللي هو نص الماس الفي سي سكوير هيك جبناه،
هسه بالنسبة للفي سي جاي عندي شغلتين، جزء من الإلاستيك سبرينج طلعت، هو عبارة عن نص الكي في الاس تربيع. الاس تربيع هاي اللي احنا جبناها اللي صارت نص متر تربيع، ضربناها في الكيس تبع السبرينج. وبالنسبة للواي اللي هو جاي من الجرافيتي، هي عبارة عن ايش؟ الفي جي عبارة عن سالب ام جي اللي هو الويت، ضربناه في الواي. ليش قلنا سالب؟ لأنه جاي تحت الديتم، جاي تحت الديتم. واصل؟ المجهول الوحيد معك هون هو عبارة عن الفي سي. طيب اجى واحد ثاني بيقول لك بده يحل نفس المسألة هاي، بس لو كانت ايش؟ لو كانت بدل الفي اي قيمتها كانت زيرو، بده يعطيها قيمة. تمام؟ أعطاك إياها قيمة اللي هي كانت بتساوي 2. الفي اي راح تظلها قيمتها زيرو، الفي اي هون بس راح يصير نص الماس ل 2 كيلوغرام، ضربها في 2 تربيع. الجزء هذا راح يظل زي ما هو، من خلاله هون راح تظل قيمة الفي سي. يعني هون لما كانت الفي اي قيمتها زيرو كان 4.39، لما انت اعطيتها انيشال فيلوسيتي صارت زادت سرعه البي سي، اصبحت عباره عن 4.82. واصل؟ في حد عنده مشكله بالسؤال هذا؟ السؤال هذا مهم جدا، ركزوا عليه، ركزوا عليه، مهم جدا. اوكي؟ طيب انا هيك بكون خلصت الورك اند انرجي برنسبلز، وخلصت الكونزرفيشن اوف انرجي برنسبلز اللي هو لما تكون في عندنا الكونزرفيتيف فورس شغال على السيستم. تمام؟ لما يكون في عندي سوري conservative force موجودة عندي على السيستم، كيف احنا ممكن نحل المسائل؟ طيب هسه بدنا نيجي على شيء بسموه اللي هو الباور اند efficiency. انا اجلته شوي لانه هو نوعا ما يعني ملوش علاقه بالورك هذا، لكن له علاقه بايش؟ ملوش علاقه بالشيء اللي كنا نحكي فيه، كنا نحكي تي 1 وفي 1 الاشياء هي كلها. طيب هسه شو تعريف الباور؟ الباور بقول لك هون، تمام؟ بشكل عام يعني بيقول لك هون the term power provide a useful basis for choosing the type of motor. يعني انت عشان تحدد بدك مثلا تشتري موتور لتطلع مي او كذا، بهمك تعرف قديش الباور موجود عندك. فبتلاقي بالسوق بيقول لك انا بدك مثلا موتور نص حصان، ربع حصان، حصان كامل، وكل واحده فيهم سعر. تمام؟ طيب هسا بشكل عام بقول لك تعريف الباور، باور جنريتد باي اي ماشين، تمام؟ هي عباره عن ايش؟ ذات بيرفورم ورك وذين انترفال تايم، يعني بنقدر نحكي هو مشتقة الشغل بالنسبه لايش؟ للتايم، يعني قديش انت الماكينه هي عم تعمل شغل خلال فتره زمنيه معينه. واصل؟ هذا مهم جدا، انت تعرف شو تعريف الباور. فالباور كقانون هو عباره عن دي يو باي دي تي، مشتقة الشغل او اليو الموجود عندك او الورك بالنسبة للتايم. طب انا بعرف انه دي يو هون والشغل هو عبارة عن فورس في ايش؟ في ديسبيسمنت دوت برودكت بيناتهم. لو عوضت عن الدي يو من خلال هنا راح يصير عبارة عن اف في دي ار باي دي تي. طب لو انا هسه شو سويت؟ خلي هاي دي ار باي دي تي، تمام؟ وخلي بس دوت برودكت بين فورس مع دي ار باي دي تي. دي ار باي دي تي هي الفيلوسيتي احنا بنعرفها. فصار بالتالي الباور اصبح عباره عن دوت برودكت بين الفورس مع الفيلوسيتي. يعني هاي شغله مهمه جدا، لو انا في عندي فورس اف وفي عندك عم بعمل هاي اتجاه الفيلوسيتي تبع فيكتور موجود عندي. فاصل؟ لو عملت دوت برودكت بين الفيلوسيتي مع هذا راح يصير عندك انه هاي قيمته ايش؟ الباور. فاصل؟ طبعا هو الباور هو سكيلر كوانتيتي، لانه دوت برودكت، الدوت برودكت تبع تو فيكتورز راح يعطيك سكيلر كوانتيتي. تمام؟ ولا خلينا نقول الباور بشكل عام بقيسوه بوحدتين، مرات بيقولوا عباره بوحدة الوات مثلا، السايد بقيسوه بوحدة الوات، والوحدة الثانية اللي هي بيسموها الهورس باور أو الحصان. تمام؟ الوات الواحد وات بيساوي 1 جول بير سكند، الجول طبعا هي شغل، سكند اللي هي تايم، شغل على تايم. تمام؟ أو 1 نيوتن متر بير سكند، وهي عبارة خلينا نقول الباور أو الواحد وات هو عبارة عن كمية الفورس اللي انت بحاجتها حتى تحرك بارتكل بسرعة 1 متر بير سكند. تمام؟ طيب هسه عشان تحول من هورس باور لوات اللي هو 1 هورس باور بيساوي 746 ايش؟ وات. هذا بالنسبة لايش؟ للتحويل. اوكي؟ طيب نرجع نلخص، قلنا اللي عندي انا في عندي ايش؟ الباور هو مشتقة الشغل بالنسبة للتايم، عشان هيك وحدته عبارة عن الجول على سكند. تمام؟
قلنا انا ممكن برضه اطلع من خلال دوت برودكت بين الفورس مع الفيلوسيتي، تمام؟ فهذا هو عباره عن الباور، تمام؟ طيب هسه في شغله ثانيه مهمه، اي ماكينه انت بتشتغل بتجيبها، موتور ماكينه، موتور سياره، بمب، وات ايفر، يعني دائما في شيء بنقيس الفعاليه تبعها من خلال الافشنسي او الميكانيكال افشنسي. لاي ماكينه احنا بنعرفها از ريشيو، ريشيو بتوين ايش؟ الباور اوتبوت على الباور انبوت، يعني انت قديش اعطيتها باور. مثلا انا بحتكي في عندي موتور مثلا، تمام، او بمب، انت بتعطيه باور، تمام، انبوت من خلال الكهرباء، تمام، بيكون الريشيو بتوين الاوتبوت على الانبوت بيعطيك الافشنسي. طبعا غالبا القيمه هاي يعني دائما اقل من واحد، تمام، كل ما قربت انت الواحد كل ما كانت الافشنسي تبع الموتور تبعك منيح، تمام، لكن مستحيل تزيد اكثر من واحد، يعني مستحيل انت تعطيك باور اكثر من شيء انت بتدخل له، يعني واصل؟ طيب هسه ممكن احنا الافشنسي نقيسها من خلال الباور، نقسم باور اوتبوت على باور انبوت، او ممكن نقيسها من خلال انرجي، نقسم انرجي اوتبوت على انرجي انبوت. اوكي؟ طيب هسه ساينس هاي اخر شغله حكينا، قلنا الافشنسي اوف ماشين دائما ايش؟ اقل من واحد. طيب هسه كيف ممكن احل مسائل لها علاقه بالباور؟ تمام؟ دائما انت يقول لك انا فيرست بدك ديترماين الاكسترنال فورس اكتنج اون بادي او الموتور او ريفر تعمل موشن، تمام، بس طلعت انت الفورس موجود معك. مرات انت بتضطر تستخدم نيوتن سكند لو للسميشن فورس حتى تطلع فورس، تمام، بس ما دام طلعت الفورس وبرضه طلعت الفيلوسيتي اضرب اعمل دوت برودكت الفورس مع الفيلوسيتي، تمام، يعني بس وانس طلعت الفيلوسيتي وطلعت الفورس اللي الموجودة عندك، تمام، اعمل دوت برودكت بيناتهم، دوت برودكت بنعرف ان قيمة الفورس وقيمة الفيلوسيتي بكوساين زائد المحصول بيناتهم، تمام، هيك بتكون طلعت انت ايش؟ الباور. ممكن كمان بعض المسائل انت ممكن تطلع تحسب الباور افريج، الباور افريج هاي شو بدك تساوي؟ نرجع للتعريف الاساسي اللي احنا كنا بناخذه اللي هو ايش؟ طبعا هون الباور لحظي، يعني لو احنا قلنا هون الباور لما احنا بنقول عبارة عن الفورس الفيلوسيتي، الفيلوسيتي هاي بتتغير انستنتين وانس، يعني ممكن تكون هسه اثنين بعد تصير ثلاث اربعة، وبالتالي هون لو قلنا هاي الفيلوسيتي انستنتين وانس على افتراض ان الفورس كانت كونستنت راح يصير عندك الباور انستنتين وانس، واصل؟ لكن ممكن بعض المسائل انت تحسب الفي افريج او الافريج، الافريج بيسموه باور. هاي شو بدها تساعد؟ نرجع لهذا، هو عبارة عن تغير في الشغل بالنسبة لايش؟ للتغير في التايم. يعني انت الماكينة هاي عملت لك تشينج بالورك خلال سيرتن تايم، بالتالي خلينا نقول عباره عن يو 2 ماينس يو 1 على تي 2 ماينس تي 1. اوكي؟ هذا بس هيك انت بتحسب الافرج زي ما حكينا، ما بتحسب عند لحظه معينه وانما بتحسب الافرج، تمام؟ طيب ناخذ اكزامبلز هسه حتى نقفل الموضوع هذا ونقفل موضوع الباور، تمام؟ الاكزامبلز هذا معنا كالتالي، لو لاحظنا في عندك زلمه، تمام، الزلمه هذا شو بيعمل؟ عم بتفش بوكس موجود عندك فورس، الفورس هاي عباره عن 150 نيوتن، طبعا هاي اللي هو خلينا نقول الانجلز موجوده بزاويه 3 4 5 هذا المثلث، تمام، ولو جينا هسه على اللي هو 3 دي دايجرامز راح معك انت الويت لتحت، لتحت عندك هون في عندك نورمال فورس لفوق وفي عندك فريكشن، تمام، معطيك الميو كي هون اللي هي 0.2. طيب هسه شو بقول لك هون؟ بده يقول لك هون ديترماين ذا باور سبلايد باي ذا مان اللي هو الباور اللي بيعطيها المان هاي شو اسمه، تمام، وين تي بتساوي 4 سكند، يعني كان عندي تي 0 هون، تي 0 مثلا تي 1 كان بتساوي 0، تمام، بعد 4 سكند تي 2 مثلا بتساوي 4 سكند، تمام، يقول لك قديش كانت الباور. شو بدنا نعمل؟ نرجع كالتالي، انا في عندي الباور شو بده يساوي؟ ما دام بالمان هو عباره عن الفورس تبع المان، تمام، دوت برودكت ايش؟ الفيلوسيتي، فانا بدي اطلع الفيلوسيتي عند التي بتساوي ايش؟ 4 سكند، تمام، كيف بده يطلع التي الفيلوسيتي التي بتساوي 4 سكند؟ اول شيء بيعمل سميشن فورس باتجاه الواي، تمام، بتساوي 0، طلع منها الان
عندي الويت وعندي خلينا نقول ان اللي بيشتغلوا معي بس طلع لهم بس 5580 تمام. هسه بعدين شو سوي؟ سمي شوف فورس باتجاه الاكس، عندي الفورس باتجاه الاكس اللي الكومبوت 150 في 4 على 5 هيك طلع الفورس ناقص الفريكشن عندي بتساوي ماس في الاكسلريشن، طلع الاكسلريشن. هسه ما دام طلع الاكسلريشن بيرجع الكاينماتكس اللي هو في فاينل بتساوي في انيشال زائد الاكسلريشن في التايم، في انيشال قيمته زيرو وبالتالي طلع انه الفيلوسيتي عنده هون بتساوي 0.3312. بس طلع الفيلوسيتي هون تمام؟ بده ياخذ دوت برودكت بين الفورس مع ايش؟ مع الفيلوسيتي. انا ما بيهمني التوتال فورس اللي عندي 150، بيهمني الكومبوننت اللي باتجاه الفيلوسيتي صح؟ صح. وبالتالي شو بدي اساوي؟ الفيلوسيتي اللي عندي هون الفورس اللي عندي 150 في 4 على 5 هاي الفورس، والفيلوسيتي اللي عندي قيمتها بوينت كم؟ مضروبه بوينت 312. لما تضرب اثنين ببعض بيطلع معك انه الباور عباره عن 37.4 بالوات. واصل؟ الاكزامبلز هذا بسيط جدا بس يفهمك كيف انت ممكن تحسب الباور لسيرتين فورس. تمام؟ طيب في اكزامبل ثاني مش عارف الوقت من دين ولا لا حتى نعطيه بس حاب انه اعطيكم اياه. طيب بالاكزامبلز الثاني الاخير اللي بدنا ناخذه اليوم تمام، في عندك موتور اوكي، في عندي ايش؟ موتور. طيب الموتور هذا بيرفع بوكس موجود عندك تمام، سي بيرفعها لفوق واصل. هذا الماكينه هي بتلاقوها دائما انه بيكون في عندك موتور وبيرفعوا فيها بلوك من الارض او بيرفعوا حصمه او بيرفعوا كذا بالمباني اللي عندك دائما يعني. طيب هسه كيف بده يحل السؤال هذا؟ شو بده؟ بيقول لك هون determine the power that must be supplied by the motor تمام؟ عند اللحظه اللي بتكون فيها الفيلوسيتي قيمتها بتساوي 2 متر بير او 2 فوت بير سكند، على اعتبار انه ايش؟ بيقول لك الماكينه هاي الافشنسي تبعها 0.85 تمام؟ طيب انا بدي ارجع رجول بالسؤال هذا ونشوف. اول شيء معطيك الافشنسي هون تمام، هو معطيك ايش؟ الافشنسي. الافشنسي شو بدي اساوي؟ الافشنسي عندي هون او الاي الافشنسي هي عباره عن الباور صح اوتبوت على الباور انبوت الان اللي انت بدك تحطه واصل. طيب هو معطيك هاي القيمه قيمتها ايش؟ 0.85 بتساوي الباور اوتبوت على الباور انبوت تمام. الاوتبوت انا بدي احسبه بس انا ما حسبته، مجرد ما انت تحسب الاوتبوت تمام اللي بدي انت تدخلها يدخل على السيستم بتكون انت حسبت قديش لازم تحط ايش الباور انبوت او كهرباء او ريبل اللي انت بدك تحطه. فهاي اول جزء. الفكره الثانيه هون بالسؤال كالتالي تمام، الباور شو بده يساوي؟ الباور لو انا بدي اعرفه هو عباره عن التي ضرب الفي تمام، او دوت برودكت تنشن اللي انت بدك تحطه هون عندي تمام، المويد عندي مع الفيلوسيتي اللي قيمته هون. طب انا كيف ممكن احسب التنشن؟ الفيلوسيتي انا معطيك اياها بالسؤال، معطيك اياها 2 فوت هاي جيفن، هاي قيمتها 2. صفت مشكلتك هسه بس بايش؟ بالتي. التي كيف ممكن تجيبها؟ تجيبها من خلال نيوتن سكند لو اللي هو لو اجيت انا هون على البلوك هاي رسمت فري بيت دايجرام راح يكون عندي الويت لتحت، لفوق هون راح يكون في عندك 2 تي اللي هو التي الموجود عندك هون والتي الموجود عندك هون، ف 2 تي سمشن اوف فورس باتجاه الواي بتساوي ايش؟ ام اي واي، عندك 2 تي لفوق ناقص الويت بتساوي ام اي واي. واصل؟ فهسه كيف ممكن اطلع الاي واي؟ ممكن تطلعها، هو معطيك البوينت بي هون معطيك قديش الاكسلريشن تبعها باليمين، فانت من خلال الكاينماتكس 2 اس سي زائد اس بي بتساوي ايش؟ بتساوي طول الكيبل. من خلال هاي انا بقدر اطلع معطيك هو الاكسلريشن البوينت بي، ممكن تطلع منها الاكسلريشن البوينت ايش؟ سي. من خلالها بطلع التي تعوضهم بتطلع القانون، طلعت التي بتطلع الباور، طلعت الباور هون ترجع للاي اللي معطيك اياها. انت فعليا بحاجه انه الاوتبوت 0.144 هورس باور، معناته لازم قد ايش؟ اذا الافشنسي عندك 0.85 لازم انت فعليا يو سبلاي 0.17 يعني 170 بالالف. واصل؟ هذا تقدر ترجعوا انتم طبعا الاكزامبلز هذا بشكل اكبر بالكتاب، بس هاي كانت الفكره الاساسيه انه انت دمجت
دمجت فيها الكاينماتكس حتى تربط بين acceleration بين B مع C، ودمجت فيها نيوتن سكند لو حتى تطلع التنشن موجود في الكيبل، وبعدين استخدمت قانون الباور حتى تطلع الباور موجود عندك، واستخدمت الافيشنسي الموجود عندك اللي ما كان الافيشنسي واحد كان 0.85. واصل؟ انا هيك بكون خلصت الاجزاء الموجوده عندي هون. تمام، اذا في عندك سؤال تقدر تسال، بس قبل السؤال خلينا اخذ حضور ايش وغياب. طيب محمد صالح، محمد صالح معاذ مومني سعد النواصرة موجود، معاذ المومني موجود. اوكي سعد النواصرة، محمد صالح ها مهندس معك. سعد النواصرة، سعد، معاذ المومني. طيب حسام كرم خليل، محمد الزعبي، عز الدين بلاونة، أروى مصطفى، أروى آية موجودة، أروى موجودة، آية سعيد، نعم موجود مهندس. طيب وسام صافي، سارة سعود موجودة مهندس، أمال أبو صهيون موجودة، بسملة وفؤاد حمدان. طيب أنا إذا بدكم بفوت، إذا في حدا عنده سؤال ممكن نفوت بزوم ثالث، ما في أي مشكلة، بس أنا هيك بكون خلصت شابتر 14. تمام، الهوم وركس بنزلكم إياه على الإي ليرنينج، والسبت القادم إن شاء الله راح يكون في عندكم كويز. الكويز راح يكون من الإكزامبلز والهوم وركس، ما راح يتعداهم، راح يكون سؤالين. واصل؟ وزي كل مرة يعني 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير. أوكي؟ حتى أنتوا تدرسوا المادة مضبوط يعني. دكتور؟ بصير الكويز يصير يوم أحد، لأنه منخلص امتحانات يوم السبت. نعمل الأحد، بصير، ما في مشكلة، بس خذوا لي تصويت الطلاب، يعني بتكون السبت أو الأحد. واصل؟ أنا ما عندي مشكلة عادي. اوكي بس الكل لازم نجمع الوقت تبع الكويز يعني. زي ما حكيت لكم الماده بسيطه هون شاب 14، بتمسكوا ايش ترجعوا ادرسوا الفيديوهات بالريكورد، وحاولوا قدر الامكان ترجعوا الاكزامبلز. الكويز ما راح يخرج عن الاكزامبلز وعن الهوم ووركس. لحل الهوم ووركس مسلمه، واللي حل الاكزامبلز راح يجيب ان شاء الله فول مارك. اوكي وبحاول قدر الامكان ما يكون وقت مضغوط، وحتى انتم يعني تجاوبوا السؤالين تاخذوا علامتكم. في حدا عنده أي شغلة ثانية قبل ما يقطع الزوم؟ في حدا بده يسأل أي سؤال بفوت بزوم ثالث؟